ستة أشهر مرت على الزلزال المدمر الذي ضرب في 8 سبتمبر الماضي مجموعة من الأقاليم المغربية، وحدد مركزه في جماعة غيل بإقليم الحوز، مخلفا 2930 قتيلا وزيادة من 6000 جريح وخسائر مادية جسيمة. فريق ميديا يرصد الوضع في إقليم الحوز بعد 6 أشهر على الزلزال، ونتابع الروبورتاج الذي أعدته موفدة ميديا اعتماد سلام بمركز مزميز حول استفادة السكان المتضررين من المساعدات المالية التي تقرر صرفها لهم شهريا لمدة سنة. الساعة تشير إلى 7 صباحا، مئات المواطنين ينتظمون في صفوف طويلة أمام وحدات بنكية متنقلة ووكالات الأداء المعتمدة في انتظار تسلم المساعدة المالية. هادو الأوراق ديال كود كوبي تنديرهم باش نشدو النوبة ديال الفلوس هادو اللي تنقبضو، الكود كاين في التليفون، دوك هادشي باش نشدو بها النوبة بلا تشريف. معظم هؤلاء المواطنين توصلوا برسالة نصية قصيرة على الهاتف قبل توجههم لسحب المساعدة الخاصة بهم. انا جاني الميساج نهار الاحد، وجيت دابا تنشد النوبه وتندير لاكارت، عندي الحساب وتندير لاكارت. الله، واش داز ليا؟ الحسن قدم من دوار أزغر الى مركز أمزميز لسحب مبلغ المساعدة الشهرية بعد توصله برسالة نصية، ودعانا لمرافقته الى الشباك البنكي. هو تيقول لك ما عندك والو، حتى حاجه مازال ما داز. من بين المتضررين من الزلزال من توصل بالمساعده الماليه الشهريه والدفعه الاولى من الدعم المخصص لاعاده البناء، ومنهم من لم يتوصل بعد رغم الضرر الذي لحق به حسب تصريحاتهم لميديا. استفدت الحمد لله بخير، خديت 4 الكواد ديال 50 وخديت 2، دابا جيت الاخر شديت 1,50,000. هذه المساعده ديال الشهر؟ يا ديال الشهر، وشديت 2 ديال البني. ايوا استفدت الحمد لله بخير. انا عندي الاصلاح، عندي تشققات وعندي السطح الدار الفوقانيه طايحه، وما استفدت ما والو. 5 شهور دابا ما استفدت حتى شي حاجه. استفدت انا 5 شهور دابا استفدت، ولكن الدار ملي دخلت السيستم ديالك شي قالوا لي راه ما كايناش في الليست. المواطنون المتضررون من الزلزال الذين لم يتوصلوا بالمساعده الماليه يلجؤون الى تقديم ملتمس لدى اللجان المعنيه من اجل دراسته والبت فيها. اعتماد سلام، لميديا أمزميز.